يدوه هنا في المايه ويرجع يشيلوه في البيت تاني. ما بقى ما طالما شايفه دي بتغسل ودي بتغسل. يعني انت شايفاهم بيعملوا كده فانتوا بتعملوا زي احنا بنعمل زي هي عاده يعني. ماشي. طب انا عايز اشوف بس لو في ميه جوه ولا لا. ما فيش. في حنفيه في حنفيه تحت هنا. تحت. ممكن توريها لي كده ثاني. تعال. طب اقف كده. افتحها كده حاجه الميه. هي في ميه كتير يعني حاجه. لما انتظمت في ميه كتير اهي. ولسه الناس هي بتطلع تغسل في الترعه. ما هو تعودين على كده. ده عاده من زمان. عاده من زمان يعني مش كده عاده من زمان الناس بتروح تغسل على الترعه. نغسل المواعين وناخد الحصر وسيب ده بتاع جبنه ونحط فيها جبنه وكل. كل حاجه بتغسلها في الترعه. كل حاجه بنغسلها هناك على ال. وناس قليلين اللي بيعملوا كده هنا في ال. بني زايد كلها بتعمل الحركه دي. من الشرق كده كله بيغسل على البحر. معظم بني زايد بيعملوا. طب هو في ميه في البيوت؟ شو اخرها دي؟ دي اخرها. اخرها دي. افتحي على الاخر كده. طب افتحها انت، افتحها انت كده. هي اخرها دي. بصراحه تفتح خالص ما نبقاش نغسل. دي اخرها. انتوا عندكم صرف صحي هنا في البلد؟ ايه. في صرف صحي؟ كله عندي.